نلبي اليوم نداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تلبية النداء للمسيرة الوطنية ل 29 أكتوبر بمدينة الدار البيضاء. نحن مناضلون صامدون، صوتنا صوت واحد، نقول بصوت واحد لا للتعاقد، نعم للأدماج، حقنا حق مشروع، نناضل على حق ثابت، حق دستوري، لا يمكن أن نسمح عن هذا أو نتراجع عن هذا المطلب. مطلبنا واحد ثم ندافع، فهذا التعاقد هو نظام في الحقيقة يكرس الهشاشة في نظام التربية الوطنية، حيث هناك تمييز بين أساتذة مرسمين وأساتذة فرض عليهم التعاقد. الآن كنتواجدوا بمدينة الدار البيضاء من داخل المسيرة الوطنية التي سطرتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من آخر مجلس وطني كان بالبيضاء أيضا، وجاء استمرار في المعركة النضالية الذي نخوضها منذ سنة تقريبا، موسم دراسي توج بمجموعة من المسيرات كان على رأسها مسيرة الرباط السامي ثم مسيرة مراكش، كذلك الاعتصام والمبيت أمام الوزارة توج بمسيرة في اتجاه البرلمان، وكان في يوم 22 أكتوبر كان هناك إضراب وطني إنذاري ليوم 24 ساعة، كانت نسبة المشاركة في صفوف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تفوق 98%. توج اليوم واليوم آخر نقطة في البرنامج النضالي المسطر حسب أكتوبر كانت هي المسيرة الوطنية، وذلك من أجل حث الجهات المسؤولة على فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة اليومية.